اللي هو رحلات البالون الطائرية المتوقفة حتى الآن. تمام. مفيش أمطار خالص، أنا شايف إن غير بس على الخرايط عاملاها لسه دلوقتي. تمام، مفيش خالص، ما كانش فيه بقى أي أمطار مؤثرة. لا يا فندم، مفيش أي أمطار مؤثرة على الأرض كام. توقعات واحد واثنين وثلاثة. التوقعات بتاع الوداد أمطار. أيوه. طيب شكرا.